بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك ولي ذلك والقادر. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن البيزك ستراكتشر بتاع الفيكسد لاي اوت، النهارده ان شاء الله بإذن الله راح نتكلموا عن نقطة مهمة خالص اللي هي الجريد. ايه القصه بتاعت الجريد ديت يا جماعه؟ الليفل اللي احنا واجهين فيه ده يا جماعه اسمها مرحله البلاننج، مرحله التخطيط قبل ما ندخل على مرحله التصميم او التنفيذ الفعلي للتصميم اللي هو كتابه الكود. يعني النهارده مش هنكتب كود، لا النهارده برضو مش هنكتب كود. طيب المرحله ديت مرحله انشاء الجريد. جريد يا جماعه معناها شبكه. شبكه معناها ايه؟ معناها خطوط واعمده متقاطعه مع بعض. ايه فايدتها؟ ان انت تحازي العناصر بتاعه الموقع بتاعك عليها. دي فايده ان انت يكون عندك شبكه، فكل مكونات الموقع بتاعك بتبقى متحازيه عليها، بتبقى على الاقل واخده نسبه منها. طيب اول حاجه راح نعملها ان احنا نحدد الريزوليوشن المطلوب، وفي الغالب احنا الريزوليوشن اللي احنا راح نستخدمه هو اللي هيكون معدل استخدامه عالي في الغالب. يعني بصوا يا جماعه، في الاحصائيات بتاعت الموقع بتاع W3 Schools بيقول يا جماعه السكرين ريزوليوشن ستاتكس عندي بيقول as of today، يعني على مسار اليوم حوالي 97% اوف اور فيزيتورز من الموقع بتاعنا، احنا هم بيتكلموا عن الموقع بتاعهم اللي هو احنا الفيزيتورز بتوعه، هاف سكرين ريزوليوشن 1024 في 768 بكسل اور هاير. من 1024 ل 768 هم اللي بنسبه كبيره جدا 97% من الناس اللي بتزور الموقع ده الريزوليوشن بتاعها 1024 وانت وطالع. طب لو بصينا في الريزوليوشن بتاع 1024 هنلاقي نسبته 4% اور سي مثلا 5% 1280 في 800. انا ما يهمنيش يا جماعه 768، ما يهمنيش 800، ده كله ارتفاع، انا يهمني الرقم ده اللي هو الويتس. 33% يا جماعه، ودي النسبه الكبيره جدا من الفيزيتورز شغاله على الريزوليوشن 1366. فعلشان كده احنا الوحده اللي احنا راح نشتغل عليها يا جماعه زي ما احنا اتفقنا 960 بكسل. عموما 960 بكسل ما فرجتش جامد عن ال 1366، يعني احنا اعتبر ان احنا 1000 فانا معايا 300 بكسل، انا هبتدي اخلي المارجن بتاعي في النص او اخلي مارجن اوتو عشان احط الموقع بتاعي في النص واعمل ديفيجن او اخلي الخلفيه بتاعتي تاخد لون مختلف. فاحنا هنشتغل على ال 960 بكسل بناء على الكلام ده برضو. 33% من الناس اللي بترتاد المواقع بتشتغل على الريزوليوشن ده او من 1024 وانت وطالع، فاحنا هنخليه 960، يعني حاجه في الغالب مش عاليه خالص ومش قليله خالص على الناس. فده الاستاتكس، دي الاحصائيه اللي احنا راح نشتغل عليها. طيب جميل، ليه بقى 960 بكسل على وجه الخصوص من بين الحاجات التانية؟ طب ما تخليها 1000 يا سيدي، على الاقل 1000 يبقى فري وكده ورقم حلو وجميل. يعني زي ما احنا كنا اتكلمنا او وصلنا المفهوم يا جماعه، 960 بكسل ديت رقم فليكسبل خالص خالص. فليكسبل ازاي؟ يعني انه بيقبل قسمة على 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 24، بيقبل قسمة على ارقام كتيرة. طب وكون هو يقبل ديفيجن على ارقام كتير معناه اني انا ممكن احدد اعمدة كتيرة فيه. انا دلوقتي بتكلم في جريد، بتكلم في شبكة، فالجريد ديت بتكون من اعمدة متقاطعة مع صفوف. الفايده من الاعمده والصفوف اني اعمل تحديد لاماكن وجود العناصر بالظبط بناء على الشبكه دي. فالشبكه ديت لازم أن تكون مقاساتها محكومه بالنسبه لي، لان هي اللي هتحكم لي الكونتنت بتاع الموقع. فالجريد مهمه ليه؟ لان هي اللي على اساسها هتبتدي تظبط كل العناصر الموجوده جوه من الموقع بتاعك بناء عليها هي. طيب جميل، ده بالنسبه ل 960 بكسل مارينا عشان بتقبل قسمة على ارقام كتير، فبالتالي ممكن احدد اعمده كتيره فيها. فبالتالي كل ما حددت الاعمده كتيره كل ما انا قدرت احازي التفاصيل بشكل مناسب وبشكل رياضي ومبني على وحده. طيب جميل خالص، انا هفتح ملف الستريتور تمام وهشتغل ديزاين، انا هشتغل بلاننج يعني يا جماعه.
انا مش بنفرض على الناس اي برنامج من برامج الجرافيك ديزايننج او براحتك اي شيء. انا اشتغل على الالستريتور وانت اشتغل زي ما انت عايز. تمام اوكي. انا عملت ملف جديد يا جماعه من فايل، عملت نيو وكتبت ارقام في الهاي والويتس بتاعي. يعني ولنفرض انا مش هختار برنت، انا هختار ويب، و قلت له والله في الويتس بتاعي انا حطيت 1280 وفي الهاي اي حاجه 800 مثلا. ده الشريحه اللي انا كنت عاملها، يعني انا عملت 1280. انا ليه عملت 1280؟ طيب انت مش بتقول لي ان انا هنشتغل على 960. انا بس عايز اوري لك اني انا هاخد حته من الشاشه، مش هاخد الشاشه كلها. تمام. وبعدين رحت ادرجت اللي هو المربعين دول. تمام. المربع ده اللي هو واخد الويتس بتاع، هو واخد تقريبا حركه 1000، او مش مشكله، هو واخد واخد فين هاي ويتس، واخد 1366. تمام. ديت ولنفرض الريزولوشن حجم الشاشه الكامل بتاعي، الريزولوشن بتاعي 1366. تمام. ديت اللي من بره او 1280 براحتك. تمام. اللي من جوه ده يا جماعه، ها ده اللي هو واخد ال 960 بكسل. يعني ايه؟ يعني انا اروح احذف ده، وخلينا ندرجه مره ثانيه، هنروح على الريكتانجل تول ونبتدي ندرج. اللي يهمني طبعا الويتس بتاعي، انا هقول له 960 بكسل، وانا كنت شغال على ولنفرض 800 بكسل في الهاي. اوكي جميل، هيطلع معايا الشكل ده. تمام. ده يا جماعه خلينا نحطه كده في النص، انا كده هشتغل عليه كمان شويه. ديت يا جماعه هيكون ال 960 بكسل. تمام. ولنفرض ده المستطيل اللي بره ده عباره عن الشاشه بتاعتي كلها بالكامل. المستطيل اللي جوه ده هيكون اللاي اوت بتاع الويب سايت بتاعي. 960 بكسل موجوده هنا. طيب جميل. المفروض ناحيه الخطوه اللي احنا هنعملها راح دلوقتي ان احنا نحدد ما يسمى بالوحده. انا اوريدي يعني حددتها يعني. تمام. ايه القصه بتاعت الوحده ديت؟ الوحده يا جماعه لاي مكون هي اصغر حاجه بيتكون منها الشيء، زي ما بيقولوا ان الخليه هي وحده بناء الكائن الحي. اكزاكتلي. الوحده هي اصغر حاجه بيتكون منها الجسم الكبير، الجي الكبير. طيب ايه وحده الجريد بتاعتنا؟ اصغر حاجه بيتكون منها الجريد، اللي هي عباره عن ايه؟ تقاطع، اصغر تقاطع صف مع عمود. تمام. يديني مين؟ يديني اليونت ديت. طيب اليونت ديت يا جماعه هتكون كام؟ في حالتنا دي اليونت هتكون 16 بكسل. تمام جميل. 16 بكسل ديت يا جماعه امر مهم. يعني انت اشمعنى اخترت 16 بكسل؟ على فكره ده ديزاينرز الثانيه ما بيختاروش 16 بكسل، انت بتصعبها علينا. ده ديزاينرز بياخدوا 10 بكسل حاجه جميله كده وتقبل القسمه وبتبقى في الحساب عليها. لا لا، انا بقول لك ان 16 بكسل بتاعتي ديت انا مختارها لغرض معين، وهقول لحضرتك عليه. تمام. لكن خليك ماشي معايا. 16 بكسل ديت لهدف معين. اللي انا عايز اقوله، لو انت اخترت حاجه غير ال 16 بكسل، تمام، لو انت مثلا ما كنتش شغال على اساسا على عرض 960 بكسل زي ما احنا هنشتغل، لو انت اشتغل على اي عرض تاني، فلازم نكون متفقين ان اليونت اللي انت بتختارها ديت لازم تكون تقبل، يكون العرض الكلي بتاعك اللي انت شغال عليه يقبل القسمه عليها. يعني اكشولي ال 960 بكسل يا جماعه تقبل القسمه على ال 16. لو جبنا الكالكيوليتر هنلاقي لو قسمنا ال 960 على 16 هطلع لنا 60. يعني عندنا 60 عمود، او هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان ايه المفروض ان اليونت لما تاخد العرض الكلي تقسمها عليه يدي لك رقم صحيح، عشان انت ايه ما تطهش، فبالتالي دي اليونت اللي انت هتظبط عليها الكونتنت بتاعك، فما ينفعش يكون فيها كسور يعني، او من المفروض او يفضل ان هو ما يكونش فيها كسور. طيب جميل. ليه بقى القصه بتاعت 16 بكسل ديت؟ ال 16 بكسل ديت يا جماعه فاكرين لما انا اقول لي اقول لي ان هي دلوقتي الحجم الافتراضي للخطوط في نسبه كبيره جدا من المتصفحات، الحجم الافتراضي اللي هو بمجرد من انا اكتب كود او اكتب كلمه معينه في النص واعمل ريفرش واشوف على البراوزر هلاقي الخط ظاهر، الحجم بتاعه بيكون 16 بكسل. يعني ده الديفولت فاليو. فاكرين القصه بتاعت الديفولت فاليوز؟ ها الديفولت فاليو للخطوط بتاعت 16 بكسل. طب يا عم انت ايه غاخ للخطوط في الديزايننج؟ لا لا لا، خد بالك وركز معايا. انت لما تيجي بتعمل ويب سايت المواضيع بتبقى كلها كونكتد ببعض. انت مش بتصمم لاي اوت بس، انت بتصمم لاي اوت هيتحط عليها اسيتس، يعني هيتحط عليها صور، هيتحط عليها فيديوز، وهيتحط عليها تايبوجرافي، هيتحط عليها نصوص. فلازم كل الكلام ده يبقى ايه؟ الكلام ده يبقى فليكسبل مع بعض وكونكتد مع بعض. فال 16 بكسل ديت مبنيه برضو
على ايه؟ مبنيه على وحده بتاعت الديفولت فاليو، الديفولت فاليو بتاعت الفونت برضه الحجم الافتراضي للخط بيكون 16 بكسل، والوحده الاساسيه بتاعتنا بتكون 16 بكسل، فانت بتحاول تربط او بتحاول تصمم موقع وفق المعايير اللي هم بيحكوا فيها، اللي احنا ان شاء الله باذن الله اخذنا اول نقطه منها وهنحاول نكمل فيهم كده تباعا يعني. طيب اوكي جميل. إيه انا احدد الجراد ديت ازاي؟ هدخل على ايديت في الالستريتور ومن بريفرنسز هروح على حاجه اسمها جايدز اند جريد، جايدز اند جريد تمام. وفي الجايد اند جريد انا هبتدي هعمل جايد لاين، جايد لاين معناها خط ها كل 80 بكسل سب ديفيجن على 5. خارج قسمه الرقمين دولت يا جماعه 80 على 5 يديني كام؟ 80 على 5 يديني 16. فانا بقول له ان انا عايز 16 عمود تمام، وبالله بشيل الجريت امباك ديت تشيلها عشان انت محتاج الجريت تبقى في الخلف في الاماميه ما تبقاش في الخلفيه، فتشيل الشيك بوكس ديت يعني خارج قسم 80 على 5 فيها 16. فانا كده طلعت ها انا كده طلعت الوحده بتاعي يعني ايه. خلينا نعمل كده اوكي. وبصوا يا جماعه يعني انا قسمت الشاشه اهو الاصغر وحده ديت هي عباره عن 16 بكسل، فكده معايا كام عمود في 960 بكسل؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 عمود. كل عمود فيه كام؟ ها كل عمود فيه 5. طب 12 في 5 بكام؟ ب 60. ال 60 ديت لما تضربها في ال 16 بكسل تديك كام؟ تديك 960 بكسل، تديك العرض الكلي يعني زي ما احنا كنا قاسمين من شويه لما قسمنا لما ال 16 ها لو ضربناها في كام؟ انا عندي في 12 عمود، هو انا عندي 16 في 12 عمود هيديني كام؟ يديني 192. الرقم ده مش عايزه يعني. هو القصه بصوا يا جماعه، انا عندي عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، عندي 12 عمود جميل؟ 12 عمود، كل عمود فيه كام يا جماعه؟ كل عمود فيه كام؟ فيه 5. 12 في 5 بكام؟ ب 60. جميل. ال 60 ديت الوحده بتاعتها كام؟ الوحده بتاعتها 16 بكسل. طب ما اضرب 16 في 60 يديني 960 بكسل، كده انا عندي الحسبه بتاعتي رياضيا تمام. انا مش اللي هو يعني بحاول ابعد عن الرياضه بس هي برضه ورايا ورايا. اللهم المستعان. طيب انا بكده بكون جهزت الاعمده ديت بتاعي وجاهز ان شاء الله باذن الله اني احاول اظبط اموري كده. طيب اوكي. الجانب اللي احنا هنحاول نعصله شويه جانب خاص بالتايبوجرافي. ايه القصه بتاعت التايبوجرافي ديت؟ هم بيقولوا لي يا جماعه ان العرض المناسب للعمود الواحد بيكون عبارة عن 16 حرف تمام. طيب انا او اسف يا ربي عبارة عن 66 بقى مش 16. طب انا هسيب النقطة ديت، انا هسيب النقطة ديت واروح لنقطة تانية بالراحة كده. بصوا يا جماعة لما اتكلمنا عن كورس السي اس اس عن حاجة اسمها اليونت ميجرمنت يونت وحدات القياس تقريبا كان الحديث عن ان احنا قسمنا وحدات القياس او قلنا ان هم بيقسموا وحدات القياس لوحدات فيكسد ثابته بتميل لانها فيكس. لو بتاخد الحجم اللي انت بتقولها بالظبط 12 بكسل هتاخد 12 بكسل، مش عارف 3 بيكس هتاخد 3 بيكس، 4 بوينتات هتاخد البي تي بتاعتها فيكسد ثابته بالظبط. وكان في وحدات ريلاتيف نسبيه الامر على حسب تمام. زي ايه؟ زي ان انا كنت بقول يا جماعه الفونت سايز 90% من ايه؟ من الديفولت فاليو، واخد بالك؟ 90% من الديفولت فاليو، والديفولت فاليو على حسب الحاجه اللي انت محددها له، لو انت ما حددتش فالديفولت فاليو للفونت سايز بتكون كام؟ 16 بكسل، خد بالك من دي. طيب اوكي، كان في ايه تاني ريلاتيف؟ كان في واحده جميله خالص كان اسمها الاي ام، ودي كان ليها باع مهم جدا 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 يا جماعه. واحد اي ام ها، واحد اي ام بتساوي القيمة الافتراضية للخط، القيمة الافتراضية للخط. طيب وما لم انت تعمل بريديفايننج اعادة تحديد للقيمة الافتراضية للفونت، فالقيمة الافتراضية للفونت بتكون كام؟ 16 بكسل. يبقى في الحالة بتاعتنا ديت 1 اي ام من غير ما انت تعمل بيس فونت ولا حاجة ها او بيس لاين من غير ما انت تعمل الحاجات ديت، 1 اي ام بيساوي ايه؟ بيساوي 16 بكسل. نتفقين؟ جميل خالص. الوحدة بتاعتنا بتساوي ايه؟ الوحدة بتاعتنا عبارة عن 16 بكسل، الوحدة بتاعت الجريد. ممتاز خالص. واحد اسمه جون تان
جونثان بات يا جماعة واحد من ضمن الناس اللي هم التايبوجرافر المتسيطين، يعني الناس اللي هي شغالة تايبوجرافر. جميل خالص. بيقول يا جماعة so in CSS an EM، بيعرف لي الـ EM ده is actually a vertical measurement. Vertical measurement. One EM equals the vertical space needed for any given letter in a font regardless of the horizontal space in occupies. Therefore بيقول لي واحد therefore 16 بكسل زين 1 ام، يعني 1 ام بيساوي 16 بكسل. وده نقطه جميله خالص عشان نتكلموا فيها. بص يا جماعه، الراجل ده بيقول لي ايه؟ الراجل ده بيقول لي ان الاي ام ديت بنحدد بيها اساسا وحده قياس للحاجات الرأسية. والله الكلام ده يا جماعه انا مش عايز اقول ان هو مهم يعني، بس الكلام ده هنوقف عنده وهنعتبره مهم دلوقتي. تمام، بنحاول نوصل لكورس التايبوجرافي اللي هيجي بعدين ان شاء الله باذن الله. طب هو بيقول لي ان 1 اي ام بيساوي اقصى ارتفاع ممكن ياخده الحرف الواحد، والكلام عن حروف ان انجلش مش عن حروف بالعربي. تمام، بس هنحاول نوقف عليها ونحاول نفهمها للناس. طيب اوكي، بيقول لي اقصى ارتفاع عباره عن 1 اي ام، يعني لو انا بقول له اني اهو انا قلت 1 اي ام ها بيساوي 16 بيكسل. اوكي، 1 ام بتساوي 16 بكسل. ال 16 بكسل بيقول لي جونتان ده عبارة عن اقصى ارتفاع بياخده، يعني لو انا كنت 16 فالمسافة ديت كلها عبارة عن ايه؟ عبارة عن 16 بكسل. تمام؟ اقصى ارتفاع بياخده اي بياخدوا الحروف، وفي الغالب الحروف الكابيتال كابس لوك هي اللي بتاخد الارتفاع الكامل ده، يعني بتاخد الحجم الكامل. طيب انا مش عايز دي، انا مش عايز الهاي. الهاي كده كده انا ما عنديش مشاكل فيه. انا عندي مشاكل فين؟ عندي مشاكل في الويتس يا مولانا، مشكلتي في العرض مش في الارتفاع. فراح الراجل ده طلع لي تعميم تاني على نفس اللاين، بيقول لي طيب علشان نحط تعميم عام كده من الاخر في القصه ديت، ان الحروف في الانجليش اطول من اعرض. يعني ايه؟ يعني لو انا جست عرض الحرف بالنسبه لطوله هلاقي ان طوله اكبر من عرضه. تمام، حرف زي الاي مثلا او حرف زي الايه هلاقي ان طوله اكبر من عرضه. فعشان نحط تعميد يا جماعه، قال لي ان عرض الحرف الواحد بيساوي نص طوله، يعني العرض بيساوي نص اي ام. يعني الطول بيساوي 2 مضروبين في العرض. يعني لو انا كنت شغال على وحده 40 اي ام، ال 40 اي ام ديت في الطول ب 40 حرف، صح الكلام؟ طب في العرض اضربها في 2 لان الوحده بس في الطول بتساوي حرفين بالعرض. تمام، يبقى ال 40 تديني كام؟ تديني 80 كاركتر، تديني 80 حرف. ممتاز خالص. نرجع للنقطه بتاعت الاساسيات. هما بيقولوا لي ان الحاجه الايديال اهو، نرجع لها مره ثانيه. بيقولوا لي في موقع برضه، موقع من المواقع الجميله خالص في التايبوجرافي، بيقول لي يا جماعه anything from 45 to 75 كاركتر is widely regarded as satisfactory length of line as a single column page. لو انت كنت شغال على سنجل كولوم معاك من 75 من 45 ل 75 كاركتر ممتاز خالص، يعني انت عينك تقعد تمشي 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 لغايه 75 كاركتر، 75 حرف، يعني طالما انت في الرينج ما بين 45 ل 75 النص ريدابيليتي المعدل القرائيه بتاعته كويس، فاهمني؟ يعني انت مش هتلاقي صعوبه فيه. طيب هو بيقول لي ذا 66 كاركتر لاين ديت هو عباره از وايدلي ريجاردد از ايديال. اهو انا عايز القصه دي، 66 كاركتر ده يعتبر الحاجه الستاندرد الايديال، الحاجه القياسيه 66 كاركتر للعمود الواحد، واحنا هنشتغل على تو كولومز، هنشتغل على عمودين. طيب يا جماعه 66 كاركتر، ال 66 كاركتر ديت انا عايز، انا ديزاينر، انا عايز، انا بشتغل مساحات وانا شغال فيكسد ليه؟ عشان اعرف مساحه. طيب ال 66 كاركتر ديت انا احسب لها مساحتها ازاي؟ طيب احنا متفقين ان الحرف الواحد عباره عن كام؟ عباره عن نص الديفوت، نص المساحه بتاعته، يعني نص الارتفاع بتاعه. يعني لو انا شغال على 16، لو انا شغال على 16 بيكسل يبقى نص يكون 8. طيب ممتاز خالص. انا بقى الديفوت فاليو بتاعت الويب بيج بتاعي عباره عن كام؟ اهو عباره عن 16 بكسل. نصها كام؟ نصها 8 بكسل، صح كده؟ يبقى انا كده جبت نصها. طيب النص ده انا اعمل بيه ايه يا جماعه؟ النص ده انا اضربه في ال 66، لان هو بيقول لي ان هم 66 كاركتر بيتحطوا جنب بعض. الكاركتر الواحد، الكاركتر واحد
الاي ام الواحده بتاعته عباره عن اتنين حرفين جنب بعض، فانا عايز اجيب عدد الحروف اللي جنب بعض مش عايز اجيب الارتفاع، فعشان كده هروح قاسم ال 16 اللي هي الديفولت فاليو على الاثنين عشان تطلع لي الحجم بتاع الحرف الواحد اللي هو 8، واروح ضرب ال 8 في ال 66. تمام يا جماعه؟ لو ضربت ال 8 في ال 66 هيديني كام؟ اديني 528. 528 ده عباره عن الحجم المثالي، او الحجم المثالي للعمود اللي معدل قرايته عالي جدا. هاخد انا ال 528 ديت واروح على الاليوستريتور واروح ادرج بوكس تاني. تمام يا جماعه؟ واقول له ده الويتس بتاعه عباره عن 528 واخليه 800. اوكي 528 ماشي. وده يا جماعه هاخده واعمل له لاين عن اللاين على الناحيه اليمين، وده هديله لون معين، ولنفرض انا ماليش جامد في الاليستريتور. ماشي انا هحاول. ماشي اللهم المستعان طلعت صح اهي. ده هخليه العمود اللي على الناحيه اليمين في الموقع بتاعي. احنا هنحاول نصمم موقع بسيط فيه عمودين وهيدر وفوتر. تمام؟ ده اللي هيكون فيه نسبة كبيرة جدا ان هيكون فيه النصوص بتاعتي اللي معدل قراءتها عالي. تمام؟ هيكون النصوص اللي بتتجري. طيب جميل، هعمل حركة دلوقتي ممكن الناس تتضايق منها. انا اروح اعمل ايه؟ انا اروح شادد العمود اللي انا كنت عامله ده لاقرب عمود، اقرب واحدة اهو. ديت اقرب واحدة ليه؟ تمام، اروح مثبته عندها. تمام يا جماعه؟ كده هو اخد مني كام؟ كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7، اخد مني 7. والعمود الواحد فيه كام؟ فيه 5. العمود الواحد فيه 12. 5 في 12 ب 60. تمام كده؟ يعني هو اخد مني 7 عمدان. طيب اوكي، العمود الواحد فيه 1 2 3 4 5 5، يبقى 5 هنا و5 هنا و5 هنا و5 هنا و5 هنا و5 هنا و5 هنا، يعني 5 في 7 عمدان يديني العرض بتاع القصه ديت، يديني العرض الكامل بقى بالبكسل اللي انا كنت عايز اضربه في 16 في النهايه كده. تمام؟ طيب انا يا جماعه لما شديت الكلام ده الناس زعلت واعترضت وبتقول انت كده ضيعت اللي احنا كنا بنعمله، احنا عايزين نشتغل بريسايز. بقول لك لا، بص يا سيدي لسه جاي لك بعدين بادنج ومارجن. تمام؟ و الامر اللي انا بحدده دلوقتي انا مش بحدد الكونتنت، انا بحدد العمود اللي هيتحط جوه منه الكونتنت، وفي الغالب الاثنين مش بيكونوا متساويين. يعني بص خد بالك، بنسبه كبيره الاثنين مش بيكونوا متساويين، كما اني لسه جاي لي بعدين بادنج ومارجن، فما تقلقش من القصه دي. وكبدايه ده يعتبر امر مميز جدا. بالنسبه للفيكسد لاي اوت ديزايننج، اسهل حاجه فيها النقط بتاعتها ان انت خلاص اللاي اوت الثاني ابتدى يتحجم معاك. طيب في الاول انا السكرين ريزوليوشن بتاعي خليني اقول هو كده بيجي 960 بكسل، ده العرض الكلي بتاعي. تمام يا جماعه؟ اوكي انا هاخد الثاني بكوبي واعمل كنترول في واغير اللون بتاعه. تمام؟ وطبعا هيبتدي انا هبتدي اقلله واخده احجمه على اللي اوت التاني بتاعي لغايه لما ها يوصل عندي. اوكي جميل. انا كان عندي ده بنقول كام يا جماعه؟ ها اللي على اليمين كان 528. اوكي ناخد القصه ديت هتكون 528 بكسل. ديت العرض الكلي بتاع ده، صح يا جماعه؟ العرض الكلي بتاع العمود ده. لكن احنا ما شديناه شويه، خليناه كام؟ خليناه 1 2 3 4 5 6 7، خليناها 7. طيب 7 في 5، 5 في 7 ب 35. 35 ديت لما نضربها في 16 تديني كام؟ تديني رقم غريب مش عارف بصراحه الرقم ده بتاع ايه، بس هو مش 528. لما احنا شدينا العمود على الخمس وحدات، يعني ما بيجوش 5 بيجوا 7، فما بيجيش العمود عرضه 528، بيجي عرضه 560 بكسل لما الجزئيه اللي احنا كنا شديناها ديت. طيب هي ال 560 ديت ماشي هي جت من فين؟ 1 2 او خلونا نعمل ترانسفورم عليه كده، هو واخد دلوقتي 575، خلونا نقول يا جماعه ان احنا نخليها 560 بكسل.
تمام، و560 بيكسل هتتحط هنا طبعا، ده كوبي كنترول في. هو انا المساحه بتاعتي من فوق عباره عن المساحه الكليه عباره عن 960 بيكسل، ديت المساحه الكليه. اوكي اخدت منها 560، يبقى الناحيه الثانيه هتكون عباره عن كام؟ يبقى 960 لما اطرح منها 560 يتبقى معايا 900 ازاي؟ 960 ناقص 560 بتساوي 400 بيكسل. يبقى انا هاخد القصه ديت بكوبي واحطها هنا، يبقى ده المفروض ان هو يكون عباره عن 400 بيكسل. اوكي انا هشوفه بقى هو 400 او مش 400، اضغط عليه واروح على الترانسفورم ديت وهلاقي 403، انا هخليه 400 بيكسل يعني مش مشكله. كده انا معايا العرض بتاع ده العمود ده كله، ومعايا العرض بتاع العمود ده كله، تمام؟ ممتاز خالص. دلوقتي تيجي مرحله مين؟ انا كاتب الكلام اللي انا بقوله وفرج عشان ما اتلخبطش يا جماعه. تيجي المرحله بتاعت اني احدد البادنج، والبادنج بتاعي يا جماعه هيتحدد برضو على اساس الجريد اللي انا كنت شغال عليها، والجريد اللي انا شغال عليها يا جماعه عباره عن 16 بكسل. ال 16 عباره عن عمود واحد واحد بس، تمام؟ لكن العمود الواحد مش هيقضيني بادنج، فانا هشتغل بادنج على عمودين اثنين، تمام؟ يعني مش هشتغل على عمود واحد، يعني هاخد بادنج اثنين. طيب خلوني اخد ده بكوبي واعمل واحد ثاني، يعني وناخده نحطه على الناحيه الشمال، تمام؟ و انا هحاول اطلعه طيب كده واصغره عشان ياخد عرض عمودين اثنين، تمام؟ طيب نديله لون كده، ولنفرض هنديله اللون الازرق ده، ونبتدي نحجمه هنا ونديله العرض بتاع عمودين اثنين اثنين بس. يعني كام يا جماعه هيكون ده؟ 32 بكسل، ها اللي هي 16 في 2 30، احنا هنخليه 32 بكسل، ده العرض بتاعه. طيب وناخد من القصه ديت بكوبي ونعمل بيست ونخلي هنا الحته ديت بقت كام يا جماعه؟ 32 بكسل. اوكي جميل، نفس الكلام هاخده واعمله كوبي على الناحيه الثانيه، بادنج على الناحيه اليمين وكوبي على الناحيه الثانيه، ده برضو واخد 32 بكسل، تمام؟ نفس الكلام هعمل له كوبي واحطه عشان افصل ما بين الاثنين. طب دي هحطها يمين ولا احطها شمال؟ اكشولي انت هتحطها في النص، والنص ياخد 8 بكسل والنص ياخد 8 بكسل، ففي 8 بكسل هنا وفي 8 بكسل هنا، تمام؟ اسف يا ربي، في 16 بكسل و16 بكسل، يعني هم واخدين نصين، تمام يا جماعه؟ اوكي طيب كده اتبقى اني احسب العرض الكلي بتاع ده، تمام يا جماعه؟ انا عندي 32 هنا وعندي 16 هنا، يبقى 32 و16 32 اجمع عليها 16 يديني كام؟ يديني 48. 48 اطرح منها ال 560 يديني كام؟ يديني 512، تمام؟ يبقى ده العرض بتاع مين؟ العرض بتاع العمود ده، من غير لو انا كده ظبطت البادنج بتاعي كمان اللي هو كانت عباره عن 512 بكسل. نفس الكلام يا جماعه هبتدي اجري هناك، لكن انا هنقوله من الورقه اللي انا كنت كاتبها عشان ما اتلخبطش تاني، عباره عن 352 يا جماعه، تمام؟ ادي كنترول سي وكنترول في على نفس المبدا، لو انت حسبتها هتلاقيها ان شاء الله باذن الله صح 352 بكسل. ديت هيكون عباره عن العرض بتاع العمود الاخضر ده، تمام؟ وده ال 518 ده عباره عن العرض بتاع العمود اللي لونه اورنج ده. تمام تمام كده؟ كده انا ظبطت المجازات بتاعي وجاهز ان شاء الله باذن الله اني ادخل ديزايننج من غير ما اكون محتار، من غير ما اضيع وقت، من غير ما لا الامور كده ان شاء الله باذن الله هتكون متيسره. انا ظبطت البادنج بتاعي وعرفت المجازات، عرفت الحدود ما بين الاثنين. وعلى فكره يعني يا جماعه هنقول نقطه كده، في وظيفه في الاي دي اسمها اليو اي كجرافيك ديزاينر، الشخص اللي بيعمل اللي يقود ده بيبقى شخص سبيشال بان هو يعمل الديزاين ده، وبيبقى في شخص بيجي بعد منه بيحاول يحكيه بالكود، فانت بتحاول تعمل الاثنين. يعني لو انت احنا بس استخدمنا برنامج الايمج برامج تحرير الصور ديت علشان نحدد بس مساحات الموقع تبعنا، والله افرض انا هبتدي اعمل ريكتانجل تول مره ثاني و انا هبتدي ارسم الهيدر بتاعي، تمام؟ ولنفرض انا هخلي الهيدر برضو على الجريد ديت، تمام؟ وانا اخليه بس لون ماهي شويه كده، و
انا هخليه هو كام كده الهاي بتاعه، مش مشكله اللي هو كده كده هياخد العرض بتاع، هياخد العرض بتاع القصه ديت كلها، هياخد العرض بتاع الصفحه بتاع اللي هو هياخد الويتس بتاع 960 بكسل تمام. ونفرض الارتفاع بتاعه خليه انا بالنسبه لي 100 بكسل، ده كويس خالص. وابتدي انا احازيه على فوق شويه، ولنفرض ده كان عباره عن الهيدر بتاعي، وتحت لو انا كنت عايز اعمل فوتر ادي كمان كنترول سي وكنترول في وانزله تحت تمام. وانا هخلي ولنفرض يا جماعه ادي ده الفوتر، وهو كده كده هيبقى واخد ال 960، وانا هخليه 50 بكسل الهاي بتاعه تمام. انا كده عملت اللي اوت على برنامج من برامج تحرير النصوص، وجاهز كده ان شاء الله باذن الله من الحلقه اللي جايه ان احنا نبتدي نكتب كود السي اس اس، نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.